pluridisciplinaire avec une consonance marquée en santé sécurité au travail. Depuis 2009, nous accompagnons Satéba Marotte sur des volets en formation, en audit, en accompagnement, en santé sécurité au travail. C'est une entreprise à travers sa direction générale qui est très engagée sur le bien-être de ses collaborateurs et qui intègre la santé sécurité au travail sur l'ensemble de ses projets. Nous avons eu d'ailleurs la fierté d'être choisis comme le partenaire privilégié sur la mise en place de l'usine de Kénitra, pour laquelle nous avons mis en place toute la coordination sécurité et santé au travail, qui a été pour nous un succès. De la société Satéba, nous avons réalisé cette construction avec l'objectif atteint de zéro accident. Et donc pour ça, donc Satéba s'est doté de tous les moyens, notamment tous les moyens de protection des ouvriers. Nous souhaitons continuer ce qui s'est passé en phase construction, c'est-à-dire passer toute cette phase production en atteignant l'objectif de zéro accident. Et vraiment, on sent que tout le monde est motivé pour y arriver. Donc, nous croisons les doigts, nous allons y arriver. أتمنى لمجموع وحدات الإنتاج لمجموعة كونسوليس أن تصل إلى هدف المنشود ألا وهو صفر حديد الشغل. سلامة الإنسان هي كل شيء.
من بعد عليكم المارشوا. خدام عليهم بلادي و تنقلب على السلامة و السلامة هي كل شيء و صديقة كتنوين ضد وصل على السلامة و اللهم السلامة ولا ندامة. Ta sécurité est aussi ma sécurité. هذوك الشهادات للدول المتقدمه ما
امريكا ماشي المغرب دول متقدمه. ورغم هذاك الشيء كاين حوالي 7500 حوادث مهمله وعندهم لاطيرونس عندهم بزاف ديال الاحوال، ولكن حنا في المغرب ما عندناش هذه الامكانيات كلها. الا ما حسبناش عليها حنا روسنا ما يمكنناش فوق المعايير السلامه الا ما كناش كنسوي الاولين. دونك اللي بغينا نعرفوا انه رب العمل عنده مسؤوليه بالنسبه للاحتفاظ والحفظ ديال الصحه ديال الناس وحفاظ على السلامه ديالهم، ولكن حتى انتم عندكم مسؤوليه. شنو هي المسؤوليه؟ هو التطبيق ديال الاجراءات ديال السلامه، وإلا كان شي اشكال ما تخليوش تقولوا ماشي شغلي هذا راه ما تهمنيش انا. لا تهمك، لانك الا وقعت حادثه لصاحبك حتى انت غادي تضرر، لانه صاحبك عايش معاك تقدر تكون انت الضحيه نهار اخر. دونك مزيد نتكلموا على السلامه. السلامه مسؤوليه الجميع. وشنو الهدف ديالي انا من هذا النهار كله ملي عايش عليا الناس؟ باش كل واحد فينا يعرف شنو هي المسؤوليه ديالو باش يحافظ على صحته ويحافظ على السلامه ديالو. نعطيك لكم واحد السؤال. زعما هاد لي فوتو اللي تندير غادي تشوفهم زياده هنا، حتى تشوفوا هاد السيد اللي تحتاج تعرفوه. تعرفوا هاد السيد مسكين هو كاين هنا برافو. خدام فين كنت خدام ذاك النهار اللي جيت؟ بالبيتونيا وما دايرش النظام وخدام كيهضروا عليه بالشظايا. شنو هي السليمه؟ شنو هي الرمله؟ هما واحد المواد كيميائيه. إذا شديتي يدك وفيها الجلد قاطح وخشيتيها في السيما وداك الشيء، ملي تدخل تبقى تحك، ياك؟ تمشي تغسل وداك الشيء، ولا دخلت ديك السيما العين فاش غادي يوقع؟ اليوم غادي تدخل غادي نمشي نغسلها، غدا غادي نمشي نغسلها، ولكن في نفس الوقت أنه ذاك النظر ديالي كنبدا نفقد به شوية بشوية، تتجي واحد المرحلة تتمشي ما تبقاش تشوف. واش غادي شي واحد يرد لك عينك؟ ها؟ واش غادي تحتاج شي واحد غادي يفتحك من الطواليت ولا غادي يفتحك وانت ما تتشوفش؟ يعني باش يمكن لك تحتفظ على النظر ديالك خاصك دير المسائل الوقائيه تاع ديك الشركه. تكون هذه الشركه ما عاد انا والناس ولا ماشي، ولكن هذا سؤال بسيط. لو كان نرفع لكم سؤال ثاني، شكون اللي فيكم تعرف يعوم يسمعوا الله يخليكم؟ اللي تعرف يعوم انتم كلكم هزوا 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 تشوفوكم تعرفوا كلكم تقريبا كلكم من المنطقه. من تمشيو للبحر واش تدخلوا بزاف في البحر ولا تبعوا مع هذا الشيء؟ ها تدخل. واش وقع شي مره انه شي واحد دخل بزاف وما قدرش يخرج؟ علاش ما تيقدرش يخرج ولا تيموت؟ علاش؟ علاش؟ لانه البحر ما محدودش ديك ما محدودش. يعني تقدر تعرف تعوم، ولكن ملي تتوصل دوك التيارات العالمه تكون الامواج القوه ديالك ما تتغلبش على القوه ديال البحر. يعني داك السيد اللي تيعرف يعوم ديما هو تيتصيد، وفي الخدمه داك السيد اللي تيقول لك انا خدام 30 عام و20 عام هذه ما عمره وقع لي مشكل، وهاني واش انت اللي غادي تعلم لنا شي سلامه؟ انا 20 عام وانا خدام، ولكن ملي تتوقع الحادثه يكون عندها عواقب وخيمه. اذا توقع الحادثه تكون عندها عواقب وخيمه. النقطة الثانية اللي لاحظت ملي كنت نتفرى لقيت الناس ما دايرينش دوك لي زوريات ودناهم، ومعطية لكم لي زوريات ما مشريش ثاني باش تحطو في الكولو في البلاكار وتخشو في الجيب. علاش عطيناهم لكم لي زوريات؟ علاش؟ جاوبوا لي الله يخليكم، علاش عطيناهم لكم؟ شنو نديرو؟ باش تحافظ على السمع ديالك. عرفتوا انه حاسة السمع حاسة ثمينة كما الحواس الأخرى. حاسة ثمينة. إلا ما تتسمعش الوجود ديال هذاك الضوء ديال الحياة ما تيبقاش عندك، ما تعرفش قال لك الآخر، تتولي عايش في واحد العالم معزول على العالم ديالك. أش تيجرى؟ عندكم لي دوريات ديالكم ديال السلامة، باش يوقعوا لكم لودنيك، أنت كل نهار صوت تيدخل لك لودنك. الودن عندنا الأذن الخارجية وعندنا الأذن الداخلية. الخارجية هي اللي تيجي لها هذاك الصوت. هذا الصوت شنو هو؟ هو طاقة. ملي تنسمعوا الصوت شحال تفرقعات، شنو تيسمعوا ديك الفرقعات؟ هي واحد الطاقة
الداخل هذاك الصوت تجي الطاقة تسموها الطاقة الصوتية. هذيك الطاقة الصوتية تضرب الغشاء الأولي ديال الأذن ما تترجعش تدخل الغشاء الأولي ديال الأذن. إذا بغيت نعطيكم المساحة ديالو 0.65 سم.